سيارة اليوم هي سيارة من الجيل الرابع، سيارة لاقت نجاح كثير فتحولت من جيل أول ثاني إلى وصلت إلى الرابع. سيارة اليوم حازت على 5 نجوم من سيارات الأوروبية أو اختبارات السلامة الأوروبية يورو NCAP. السيارة هذه أول ما بدأت معرض جنيفا الدولي 2019 طلعت ظهرت للجمهور أو للعلن، تم إنتاجها أو بدأ بإنتاجها بسنة 2020، واليوم السيارة اللي ويانا هي كوراندو من الجيل الرابع. خليكم ويانا. بالنظر مقدمة السيارة راح اشوفها مقدمة جدا عصرية وجدا جميلة. اول ما لاحظ الشيء الجميل بها هذا خط الكروم الموجود، هذا الخط الكروم ويا كل الوجه مال السيارة راح نشوف تجانس بينات الموجود. نشوف هنا الانارة من الهالوجين، راح نشوف هنا الديلايت او الضوء النهاري، وبالاسفل راح نشوف البروجكتور او ضوء الضباب. راح نشوفها شيء كلش عصري وجميل الموجود به، انه 3 نقاط او 3 فتحات موجودة بسيطة من الـ LED. ايضا راح نشوف هنا الخطوط موجودة مدمجة بجانب يصعد الى شامل اللغات اللي ندخل عليها بعدين، بس نتكلم حاليا على الشبك الامامي او الشباك الامامي. الشباك الامامي للسيارة واسع جدا، هذا الشباك لتهوية المحرك. محرك هذا السيارة طبعا هو 2000 سي سي MPI ملتي بوينت اللي هو متعدد النقاط بالحقن. محرك هذه السيارة يولد 149 حصان، نتكلم عنه لاحقا، بس راح نجي ايضا راح نصعد قبل ما ندخل على جانب السيارة نشوف البنيد السيارة. بنيد السيارة راح نشوف نفس الخطوط الموجودة بالامام، بس صاعدة بطريقة عصرية وجميلة جدا، تشوفها صاعدة عندك وتدخل على الشاملوغ ايضا. فالمقدمة السيارة من البنيد ومن المقدمة مدموجات سويو صاعدات على الشاملوغ الجانبي او الرفراف الامامي. ايضا السياره تحتوي على حساسات اماميه، واحد بهذه الجهه واحد بالجهه الاخرى، تصير على مود انه باركينج اكثر للسياره. اذا نجي هنا على الرفراف الجانبي او الشامل اللغات مثل ما ذكرناها، راح نشوف الخطوط اللي جت من المقدمه وتمتد الى الباب الخلفيه. شوف هنا بالباب الخلفيه راح منتصف الباب الخلفي وبعدها تطلع ايضا خط اخر، هذا الشيء تطابع اكثر للسياره، يكون طابع رياضي او طابع انه تعطيها اكثر مودرن السياره تكون او عصريه. نجي على ويلي السيارة. ويلي السيارة هو قياس 18 من خليط من المعادن، راح نلاحظه بشكل موجود بهاي السيارة. هاي السيارة هي DXL أو مواصفاتها DXL. أيضا نجي على الباب ونجي فوق الباب، قبل ما نبدي بالباب هنا راح نشوف أن الراك أو الستاندات اللي فوق الموجودة اللي نقدر نخزن عليها أي شيء أو تحميل يكون للسيارة. السيارة أيضا هاي تجي بسلايد روف، سلايد روف جام من مقطعين او من حركتين. ننزل ايضا على المراه الجانبيه، المراه الجانبيه تجي بها اشاره LED وايضا بها اناره ترحيب. مجرد ما اوقف من السياره راح ترحب بيك. نجي على باب السياره، باب السياره هي بها زر اللي هو سمارت للدخول او بصمه احنا بما نسميه هنا. نجي ايضا نرجع على الباب الخلفيه ونرجع على السياره. السياره ظل لاحظها من الجانب هيكلها كلش جميل، وهي مقارنه بالسيارات اللي بفئتها هي تكون سياره الأقوى بفئتها، لأنه بها 74% من الفولاذ الصلب، وهذا أعلى نسبة موجودة بالسيارات بهذه الفئة. إذا ننتقل أيضا للشاملوغات الخلفية راح نشوف هذا الخط الأسود منطيها طابع رياضي أكثر وعصري، راح نشوفها بالسيارة. راح نرجع نشوف البكلايت هنا. البكلايت هذا الحلو بيه الإمتاز بالLED الموجودة بيه وأيضا بشكله العصري اللي موجود. شكل السيارة من الخلف مثل المقدمة، أيضا راح نشوف هنا خط الكروم الموجود مثل خط الكروم الامامي، وايضا هنا عندك بالاسفل موجوده عندك المصابيح اللي هي جزء ثاني، مصابيح يعني تنفصل بين جزئين. وايضا راح نشوف علامه سانجيونغ مثل ما ذكرناها سابقا، سانجيونغ اللي هي توأم التنين اللي هي مستوحاه من تاريخ الكوري. هذه السياره كوريه سانجيونغ الكوراندو من الجيل الرابع. ايضا راح نجي هنا راح ننزل الاسفل راح نشوف هنا مشتت الهواء والحساسات الموجوده باسفل السياره. هذه السيارة ايضا وياها كاميرا، الكاميرا هذه مربوطة بشاشة امامية اللي موجودة مقصورة السيارة اللي هي 8.2 انج. صندوق السيارة واسع جدا، نقدر نلاحظ هذا الشيء، 551 لتر مربع، وايضا راح نلاحظ صف الثاني للمقاعد راح نقدر نطوي تصير عندنا مساحة خزن اكبر. السيارة بها بالجانب منفذ خلفي اللي هو 12 فولت ل 120 واط، وايضا راح نلاحظ هنا السبير موجود بالاسفل عندنا، والعدة اللي هي الخاصة بالسلامة أو تبديل الإطار وهذا الشيء. إطار السيارة الاحتياطي أيضاً قياس 18 نفس الويكو الموجود بيها. ننتقل لمقدمة السيارة راح نشوف المحرك. محرك هذه السيارة يجي 2000 سي سي EXGI اللي هو حقن مباشر. محرك هذا 2000 سي سي
يولد 149 حصان على 196 نيوتن متر. هذه السيارة هي سحب أمامي يجي على ناقل حركة من 6 سرعات من شركة إيسن. إيسن هو من أقدم مزودين ناقل حركة بالعالم من ستينيات القرن الماضي. هذه شركة أكثر من 55 علامة تجارية حول العالم هي تزود ناقل الحركة. وأيضاً سانجيونغ بهذه السيارة أخذت من إيسن اللي هو مزود ناقل الحركة من 6 سرعات مثل ما ذكرنا. الآن نشوف السيارة من الداخل، راح نشوف تفاصيل أكثر عليها وبعدها راح نجرب السيارة وتسارعها. شوارع بغداد. مجرد ما راح نركب بالسيارة راح نشوف العزل الموجود بيها، عزلها جدا جميل. راح تلاحظ مثل ما ذكروا لك الشركة 74% من الفولاذ الصلب سيارة الهيكل مالتها متكون. ايضا راح نلاحظ مقود السيارة الموجود عندنا ونشوفه من الجلد الصناعي. يثير انتباهك هذا الشيء انه موجود بيه بادل شيفت او تغيير ناقل الحركة في حال حطيته وضعية سبورت. عندك ناقل حركة تقدر تغيره من الستيرن، مو لتكون ايدك على القابض او الجير السيارة. ستيرن السيارة ستيرن كلاسيكي جميل، منتصف ايرباك، سيارة طبعا تجي دبل ايرباك موجودة بيها الكروز السرعة مثبت السرعة، وبيها ايضا المالتي ميديا وسائط المتعددة، وبيها تقدر تدخل على التليفون تتحكم به، تتحكم ايضا من الشاشة الوسطية الموجودة بالعدادات. العدادات الموجودة عندنا عدادات كلاسيكية بين الكيلومتر وعدد دورات المحرك. بالمنتصف راح نلاحظ شاشة TFT راح تعرض لك كل المحتوى الموجود بالسيارة، تقدر من عندها تختار السيتنج الخاص بها. ايضا راح نشوف اكو خط عندنا من الكروم او خط من الالمنيوم مثل ما موجود بمقدمة السيارة، مثل ما موجود بخلفية السيارة ذكرناه. هذا في مثابة حطوها شركة سانجيونغ الكورية على سيارة الكوراندو. ايضا موجود عندنا منتصف الداشبورد، منتصف يجي على الجوانب من الابواب وايضا ياخذ يعني مثل اليو يكون موجود. بالاضافه لهذا راح نلاحظ هنا عندنا بالاعلى يعني اعلى الداشبورد هو موجود جلد صناعي ايضا، فتحات التبريد جدا عصريه ومكمله ويا الخط اللي ذكرناه سابقا، خط الالمنيوم او خط الثيمه الخاصه بالكوراندو. ايضا راح نشوف الشاشه الموجوده بالسياره هي 8.2 بوصه، مربوط هذا السيستم على 10 سماعات متوزعه حول السياره او تطيق صوت محيطي. ننزل لاسفل راح نشوف هنا المنطقة الخاصة بالتبريد او تتحكم بالهيترات والتبريد الخاص بالسيارة. بعدها بالاسفل راح نلاحظ هنا المنطقة الموجود بها زر اللي هو زر البصمة. زر البصمة هنا عندك موجود مكان غريب، مو المكان الكلاسيكي بالنسبة لباقي السيارات. وايضا باسفلها راح نلاحظ منفذ USB ومنفذ ال 12 فولت اللي هو 120 واط ينطي بهذه السيارة. نجي بعدها هنا منطقة تقدر تحط بها الموبايل او الخزن عندك. ناقل الحركة مثل ما ذكرنا سابقا هو من 6 سرعات من شركة إيسن العالمية. ايضا عندك على اليمين وعلى اليسار، على اليمين درايف مود اللي هو تقدر تختار من عنده 3 وضعيات للسيارة اللي هو السبورت الرياضي، تقدر ايضا النورمال اللي هو الطبيعي، وعندك الوينتر اللي هو يكون يعني يكون بمناطق زلقة تستخدمها. وعلى اليسار اللي هو مانع انزلاق الـ ESP لهذه السيارة. لمعلومات هذه السيارة بها ESP و ABS و EBD اللي هو مانع انزلاق ESP مثل ما ذكرنا، وايضا تحته اللي هو زر الكروز كنترول او مثبت السرعه. راح نشوف المنطقه الوسطيه هنا بالمنتصف، راح نشوف منطقه كلاسيكيه جدا، الكب هولدر عندك او حماله الاكواب عندك مكانين، وهاند بريك كلاسيكي. وايضا راح تشوف هنا مسند اليد، طبعا متحرك يكون الامام والخلف، ويكون منطقة للخزن. سيارة بصورة عامة كواليتي السيارة جميل جدا، متوسط مثل ما هي سيارة تكون فئة متوسطة.
لكن ايضا ينطيك طابع من المودرن، سياره مودرن او حديثه تكون. راح تلاحظ من الخطوط الموجوده بها، من خطوط الفورميكا اللي موجوده بها بالجوانب، تمتد من الخلف تأتي للجوانب والداشبورد السياره. السياره ايضا تتوفر بها سلايد روف، يعني ذكرنا هاي الفئه العليا اللي احنا موجوده ويانا، فنقدر نسويها مون روف او سان روف اللي تصعد لي فوق مره او تطلع عندنا. هذا مثل ما نشوف. مقاعد السيارة راح تجي بقماش من المنتصف وجلد من الجانب اللي هو جلد الصناعي. عندك ايضا تشوات السيارة جدا يعني مميزة وشكلها جدا عصري. مقاعد السيارة اللي حلو بيها انه المقعد من اربع نقاط يحضنك او يكون جدا كومفتبل او مريح بما معنى. راح تشوفه انه من اربع نقاط راح يحضن ظهر السائق وايضا بالصدر. مقاعد الامامية اثنيناتها ميكانيكيات. بصورة عامة هذه السيارة سيارة مودرن عصرية شبابية، يعني يقدر الشاب يقتنيها ويقدر الشخص الأكبر هم يقتنيها إنه الشاب. يعني سيارة نقدر نقول عليها تواكب كل الأعمار، يعني تقدر تقتنيها كأنها تكون شاب أو إنها تكون سيارة عائلية. يعني سيارة مثل ما تعرفونها سيارة هي بخمس مقاعد، وأيضا هذه السيارة داخلها واسع جدا. نقدر نلاحظ هذا الشيء، يعني شخص طويل القامة يقدر يقعدوا بها أربع أشخاص مرتاحين بها. السيارة هذه مثل ما ذكرناها سابقا هي 74% من عندها من الفولاذ الصلب، وهذا الشيء تمتاز به عن قريناتها بنفس الفئة ونفس الموديل، هي الوحيدة بهذا الرقم. وأيضا تمتاز أنه سعة الصندوق اللي بيها هو 551 لتر مربع، فهذا شيء يساعد على الخزن. وأيضا المقاعد الخلفية مثل ما ذكرناه صف المقاعد الخلفي قابل للطي. خلينا ناخذ تجربة تسارع السيارة من 0% ونشوف أداءها. حاليا احنا بدنا نجرب تسارع من 0% مثل ما شفتوا اداء السياره، اداءها لا باس به بالنسبه للسياره لوزنها لحجمها لمساحتها الاطوال اللي موجوده بها. بالنسبه لهذه السياره اداءها متوسط. نشوفكم بعد الفاصل. هنا أنا اليوم تكلمنا عن سيارتنا المميزة جميلة جدا، هي كوراندو من سانجيونغ صانع الكوري. سيارة اليوم تكلمنا على كل تفاصيلها. السيارة هذه إذا تحبون هي موجودة بشركة بلاد الطيبة تجارة السيارات، كان في بغداد الرصافة الجادرية قرب فندق كورال، أو الاتصال على 6677 لمعلومات أكثر. لهنا اليوم انتهت الحلقة، أشوفكم الحلقات القادمة في أمان الله.